الجولة الماضية القرار في اختيار الأصوات كان حاسماً. أعطيه فرصة يا أختي، أنت شو خسرانة؟ ننسي هتغير رأيك؟ لا. ماذا ينتظرهم في دبي؟ أنت حاضر حاضر سوبر حاضر يعني. أربعة. والمفاجأة كانت في مصر. إيه شو فتوحة؟ بكتني. شكلك جاي تخلص، الناس حبت صوتك؟ يعني الحمد لله في تقبل. لاحظون السنة جانا كم صوت؟ أقوى كثير من العام. عرب آيدل الجمعة 9 بتوقيت السعودية على MBC 1.